كمان عايزه اسالك عن الديوز، وانت عملت كذا ديو كسر الدنيا. مثلا احنا بالنسبه لنا الناس الرايقه العدويه، ومتهيالي مش بس بالنسبه للمصريين، تكسرت الدنيا اللون ده. وعدويه ما كانش بيغني غير مع ابنه، وعملت الناس الرايقه، وحتى المزيكا فيها كانت مختلفه عن الشكل الطبيعي بتاعها. انا محظوظ طبعا انه عملت هذه المشاركه مع استاذ احمد، وطبعا هو انبسط فيها كثير لانه كان له فتره ما كانش عامل شغل او عمل فني، بس ربنا اراد انه يكون العمل ناجح، ونحن اشتغلنا عليه بصراحه هدير يعني من قلبنا. وانا اخترت احمد عدويه لانه لون الاغنيه دي لايق على صوته كثير، وانا بحب الطربي الشعبي، فكانت توليفه حلوه. يعني انا اصلا فكره الديو بحبها، انا بحب الجوين فنتشر، بحب المشاركه بالعمل. بتحضر لاي ديو جديد؟ عندنا 3 ديو مع بالالبوم الجديد. حد مصري حسيبها مفاجاه بس حقول لك بعدين، يعني من اول الناس رح تعرف ان شاء الله. وحد عربي وفيميل ارتست. بتشوف الديو ده نجاحه بيكون ايه؟ العنصر فيه ايه اللي بيشد الناس للديو وبيخليها تعيش كمان وقت طويل؟ يعني دلوقتي احنا بنتكلم عن الناس الرايقه، مفيش حد مش حافظها. يمكن الناس تعبت شوي من شكل السوليست، عايزه تشوف مجموعه من الناس مع بعضها، عايزه تشوف شو بيقولوا الميكس، هيدا حابين يشوفوا الميكس بين الفنانين، خصوصا بالناس الرايقه شافوا ميكس في العمر، شافوا ميكس في الصوت، شافوا ميكس في الأداء، وشافوا ميكس بنوع المزيكا عمرك طويل. سو هذا كومبينيشن حلو كتير. انت عارفة انه بتشتغل على كل حاجة بنفسك، بتتدخل في حاجات في الألحان، يمكن معظم الألحان الناس ما تعرفش انها ألحانك انت اصلا، عواد وبيانست الميكس ده ايه؟ ازاي بيساعدك في شغلك، ولا الناس بتحس انه بتتدخل معهم في الشغل؟ لازم اتدخل. ما انت كنت ساعة بتقولي لهم الكادر كده والمش عارف ايه، لازم واحد يتدخل بشغله، حتى لو التيم اللي حواليه كان بروفيشنال وفاهم، بس حلو يتدخل بشغله لحتى يكون صادق وعنده بصمته والناس يوصل لها الاحساس ده حقيقي.